اسم حضرتك؟ محمد زينب. اتفضل محمد. الحل بتاع البلد او الحل بتاع اي مجتمع والسياسه اللي جعلها الدين، اللي هي الناس بتفصل الدين عن السياسه، انا مش مع الراي ده خالص. ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعد ابدا. كتاب الله وسنته هو ده الحل، وهي دي السياسه، وهو ده الدستور. كتاب الله وسنه الرسول. لكن احنا كلنا دلوقتي تايهين ومتخبطين، فمش هنوصل لحل. لكن لازم نجتمع على الدين. والله بيقول في كتابه الحكيم: ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فاحنا فين نصره ربنا؟ الجوامع لسه ما زالت فاضيه، والسلب والنهب، والناس اللي هي المفروض اللي اول حاجه نقوم بيها الثوره التعليم، نوعي الناس، نثقف الناس، ننشئهم على الدين. هيعرفوا الدين، الحياه هتبقى سليمه. ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما بعث عشان للحياه، فاهمني، ويشرح لنا مبادئ الحياه ازاي، ونسير نفسنا مع الحياه. لكن كل اللي انت حضرتك ده شايفه ده كله ولا هيجيب نتيجه، ولو نزلنا ثوره ثاني وبكره مش هتجيب نتيجه. ليه؟ الناس كلها بعدت. الناس كلها بعدت عن الدين. فاحنا لازم الرجوع الى الله، هو ده الحل. الرجوع الى الله عز وجل هو ده الحل. شكرا.